بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني على قناة STC سلموني تريدينج شانل. أهلا ومرحبا بكم في كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية. محاضرة اليوم إن شاء الله سوف نتناول فيها بالشرح والتفصيل نموذج دوجي مورنينج ستار كأحد النماذج المفصلية العاكسة للاتجاه. كنا في المحاضرات السابقة قد تكلمنا عن كل من النماذج الآتية: بمبار، انجولفينج، ايفنينج ستار، مورنينج ستار. واليوم نواصل الكلام حول نموذج دوجي مورنينج ستار، نموذج دوجي نجمة الصباح أو نجمة دوجي الصباح. هذا النموذج من حيث الشكل والخواص يشبه نموذج مورنينج ستار، الاختلاف فقط هو في الشمعة الوسطى للنموذج، وله نفس شروط نموذج مورنينج ستار، وأيضا يؤيد من قوته في عكس الاتجاه نفس العوامل التي تزيد من قوة نموذج مورنينج ستار في عكس الاتجاه. كل ما يقال فيما يلي عن نجمة دوجي الصباح كنا قد قلناه من قبل عن نجمة مورنينج ستار. هنشرح نجمة دوجي الصباح كنموذج مستقل بذاته، ويعتبر كأنه مراجعة على نموذج نجمة الصباح. لكن قبل ما أبدأ أحب أقول حاجة بالنسبة لشمعة الدوجي على وجه العموم. شمعة الدوجي من الشموع المحيرة التي تدل على تساوي قوة كل من الطرفين البائعين والمشترين، ولما بتكون لوحدها ما بتبقاش عارف السعر رايح فين ولا جاي منين. عشان كده احنا بنحاول ان احنا نقراها وندمجها ونفهم سلوكها من خلال دمجها مع شموع اخرى زي ما هنشوف دلوقتي حالا. من حيث التسمية تسمى نجمة دوجي الصباح دوجي مورنينج ستار لأنها تأتي في نهاية اتجاه هابط توحي ببداية يوم جديد وحركة جديدة في الأسعار نحو الصعود كبشرى للمشترين. طيب، ما هي معايير تشكل نجمة دوجي الصباح؟ هناك معايير أستطيع من خلالها أن نحكم على هذا النموذج هل هو دوجي مورنينج ستار أم لا. رقم واحد، النموذج يتكون من 3 شمعات يأتي في نهاية اتجاه هابط واضح حتى ولو كان هذا الاتجاه قصير. رقم 2، الشمعة الأولى في النموذج تكون حمراء دبابية بيعية طويلة. رقم 3، الشمعة الثالثة تكون خضراء ثيرانية شرائية أقل من الشمعة الأولى في الطول، وتغلق عند أعلى من 50% من جسم الشمعة الحمراء الأولى لأعلى. رقم 4، شمعة المنتصف تكون دوجي، علما بأن شموع الدوجي تأتي على 4 أشكال: إما فور برايس دوجي، دوجي الشرطة الذي تتساوى فيه جميع الأسعار، سعر الفتح مع سعر الغلق مع أعلى سعر مع أدنى سعر، ليجيت دوجي، دوجي السقان الطويلة، دراجون فلاي دوجي، دوجي الدبور الطائر، جرافستون دوجي، دوجي شاهد القبر، ويكون قبلها فجوة وبعدها فجوة تسمح بتداخل الظلال ولا تسمح بتداخل الأجسام، ولون الشمعة غير مهم. الشرط الخامس والأخير حتى يكون هذا النموذج نموذج مثالي هو شمعة التأكيد الرابعة، يجب أن تغلق فوق أعلى من ذيل شمعة النموذج الحمراء الأولى. إذا اكتملت هذه الشروط أستطيع أن نحكم أن النموذج اللي قدامي ده نجمة الصباح للدوجي أو نجمة دوجي الصباح مكتمل الأركان. من بعد تكون الشمعة الرابعة أقدر أن ندخل صفقات شراء قوية ناجحة ورابحة إن شاء الله، بس يفضل أن أنا أخذ صفقات طويلة على الفريم اليومي. مدة هذه الصفقات تتراوح من 1 إلى 4 ساعات. على الفريم اليومي بتكون الشموع اليابانية أكثر مصداقية في التعبير عن حركة السوق. ودلوقتي هنسأل السؤال المعتاد: ما هي العوامل المساعدة التي تزيد من قوة هذا النموذج من حيث قدرته على عكس الاتجاه الهابط إلى اتجاه صاعد؟ العامل الأول تغلغل الشمعة الثالثة في عمق الشمعة الأولى أو حتى ابتلاعها. زي ما احنا فاكرين إن الشرط الأساسي عندي في النموذج هو أن تغلق الشمعة الثالثة فوق أعلى من منتصف الشمعة الأولى، لكن إذا أغلقت أعلى منها فده بيكون أفضل ليا،
ودلالة قوية على الانعكاس الذي سوف يحدث. وهنا لو ده حصل فأنا مش محتاج الشمعة الرابعة كشمعة التأكيد، وممكن أتداول بعد تكون النموذج مباشرة وأدخل صفقة شراء دون انتظار تكون الشمعة الرابعة كشمعة التأكيد. كده أنا اتأكدت بنسبة 100% بوجوب حدوث الانعكاس إلى أعلى. العامل الثاني، إذا كان حجم التداول في الشمعة الثالثة أكبر من حجم التداول في الشمعة الأولى، يعني إذا كان حجم جسم الشمعة الثالثة أكبر من حجم جسم الشمعة الأولى، ده معناه أن القوة الشرائية فيها زخم وموقف المشترين أقوى من موقف البائعين. أما العامل الثالث والأخير، قد توجد أشكال غير مثالية لهذا النموذج، ويقصد بالأشكال غير المثالية هو أن يفقد النموذج أحد الشروط الأربعة اللازمة لتكونه، مثل عدم وجود الفجوات، لكن يظل النموذج صحيح وله القدرة على عكس الاتجاه والتداول به صحيح. لكن في هذه الحالة يفضل انتظار شمعة التأكيد الرابعة التي تغلق فوق الظل العلوي لشمعة النموذج الحمراء الأولى. والآن مع أمثلة تطبيقية على نموذج دوجي مورنينج ستار. المثال الأول على الشرط اللي قدامي ده، النموذج اللي عليه شكل بيضاوي، نموذج دوجي مورنينج ستار صحيح بنسبة 100%، جاء في نهاية اتجاه هابط، يتكون من 3 شمعات، الشمعة الأولى حمراء دبابية بيعية طويلة، الشمعة الثالثة خضراء ثيرانية شرائية أقل منها في الطول. شمعة المنتصف عبارة عن شمعة دوجي، بس النوع اللي هو جرافستون دوجي شاهد القبر. ده نموذج مثالي مكتمل الأركان. لو تلاحظ الشمعة الثالثة أغلقت أعلى من منتصف الشمعة الأولى الحمراء. دلوقتي عشان أتداول أستنى شمعة التأكيد الرابعة بعد ما تغلق أعلى من إغلاق الشمعة الأولى الحمراء، من بعدها أدخل على طول صفقة شراء. لاحظ معي اتجاه الأسعار إلى أعلى. المثال الثاني، الشكل اللي قدامي ده نموذج دوجي مورنينج ستار لكنه غير مثالي لعدم وجود الفجوات بين الشموع. هذا النموذج لما نيجي نحلله هنلاقيه يتكون من 3 شموع، الأولى حمراء بيعية دبابية طويلة، الثالثة خضراء شرائية ثيرانية ذات حجم تداول كبير باين في حجمها إنه أكبر من حجم الشمعة الأولى، وده من العوامل التي تقوي موقف النموذج وتداعمه في عكس الاتجاه لأعلى. شمعة المنتصف عبارة عن شمعة دوجي، وعلى وجه التحديد دراجون فلاي دوجي، أي دوجي الدبور الطائر. وبكده يبقى ده نموذج مكتمل الشروط. أستنى شمعة التأكيد الرابعة، هلاقيها أغلقت أعلى من إغلاق الشمعة الأولى الحمراء، من بعدها أدخل مباشرة صفقة شراء ناجحة إن شاء الله. المثال الثالث والأخير على الشرط اللي قدامي ده، نموذج غير مثالي لنجم الدوجي الصباح لكنه صحيح ويمكن التداول به بشكل جيد. لماذا هذا النموذج غير مثالي؟ ليه هو مش مثالي؟ أولا النموذج مكون من 4 شموع وليس 3 شموع. بالنسبة للنموذج صحيح لأنه جاء في نهاية اتجاه هابط، مفيش مشكلة لأن ده شرط أساسي لتكون النموذج. الشمعة الأولى الحمراء طويلة بيعية دبابية، الشمعة الثالثة شمعة خضراء أطول من الشمعة الأولى، أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الحمراء، وده برضو مفيش مشكلة لأن ده بيقوي من موقف النموذج ويدعمه في قدرته على عكس الاتجاه من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد. المشكلة كلها في شمعة المنتصف أنها ليست شمعة واحدة لكنها شمعتين، أنا هعتبرهم شمعة واحدة وتداول على هذا الأساس. بس في حاجة مهمة جدا وعايزك تاخد بالك منها، أن شمعة المنتصف المكونة من شمعتين هما شمعة دراجون فلاي دوجي وكمان معاها شمعة الهامر، ومعروف أن شمعة الهامر في حد ذاتها عاكسة للاتجاه، يبقى ده قوى من موقف النموذج ودعمه وخلاه يعكس الاتجاه بقوة. لو تلاحظ بعد تكون هذا النموذج السعر واصل الارتفاع لأعلى، وكمان لو تلاحظ الشمعة الرابعة شمعة التأكيد أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الحمراء الأولى للنموذج،
إذا ادخل صفقات شراء بقلب جامد ربحانة وكسبانة إن شاء الله. وبكده يبقى انتهينا من شرح هذا النموذج، إلى أن نلتقي مع النموذج التالي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. ولن أنسى أن أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.